ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل بمناسبة موسم الفراولة، هنعمل حاجة حلوة. وبكده انا حطيت الفراولة هنزل عليها بتلت كوباية سكر على حسب الرغبة، وهنحط 3 كوبايات لبن، وبكده هبدأ اخلطهم مع بعض. وبكده الخليط بقى جاهز معانا، وبكده طبعا هصفيها. طبعا انا ولحت عليها النار، واحط 4 معالق ونص نشا، واقلب فيهم لغايه ما يتماسكوا. وبكده بقت السمك ده معانا، وبكده هبدأ احطه في الكاسات. الخطوة التانية هقطع الفراولة، هنحط 3 كوباية سكر، نسيبها تتكرمل على النار. هحط مكعب زبدة، هنزل عليه بالفراولة، وبكده الفراولة بردت. انا هنزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض. وبكده بقت جاهزة معانا، ويا ريت تجربوها وتدوني رأيكم.